بنصبح عليكم مشاهدينا مرة تانية، وأهلا بيكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. اليوم انطلقت ركلة البداية. قدم يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. Hits one! Oh, what a goal! هنبتدي أخبارنا مع فريق النادي الأهلي اللي تعادل مع سيراميكا بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على استاد الجبل الأخضر في الجولة 17 من بطولة الدوري المصري. أما فريق طلائع الجيش ففاز على فريق الإسماعيلي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفرقتين امبارح على ملعب جهاز الرياضة العسكري في منافسات الأسبوع 17 من مسابقة الدوري الممتاز. بالنتيجة دي بيقفز فريق طلائع الجيش للمركز الثامن برصيد 22 نقطة، وبيتجمد الإسماعيلي في المركز 16 في جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة. وحقق فريق الاتحاد السكندري الفوز على غزل المحلة بنتيجة 3-0 في المباراة اللي اتلعبت على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز. بالنتيجة دي بيحتل فريق الاتحاد السكندري المركز 12 في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 19 نقطة، ووقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 20 في المركز العاشر. ونروح للدوري الإنجليزي، ومانشستر سيتي حقق فوز كبير على فريق ليدز يونايتد بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب ألان جود ضمن الجولة 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي، وبيتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، متفوق بفرق نقطة واحدة عن ليفربول الوصيف برصيد 82 نقطة. وقف رصيد ليدز يونايتد عند 34 نقطة في المركز 17. ونروح للدوري الأسباني، وتتويج نادي ريال مدريد بلقب الدوري الأسباني للمرة 35 في تاريخه بعد الفوز الكبير اللي حققه قدام فريق إسبانيول بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعت الفرقتين امبارح ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الأسباني الممتاز. أتلتيكو مدريد خسر من أتلتيك بلباو بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفرقتين على ملعب سان ماماس ضمن منافسات الجولة 34 من مسابقة الدوري الأسباني، وبكده نادي أتلتيكو فضل كما هو في المركز الرابع في ترتيب الدوري الأسباني برصيد 61 نقطة، في حين بيتواجد أتلتيك بلباو في المركز الثامن برصيد 51 نقطة. كمان اتعادل فريق شتوتغارت مع فولفسبورغ بنتيجة 1-1 خلال المباراة اللي اتلعبت ضمن الجولة 35 من بطولة الدوري الألماني، وشارك الدولي المصري عمر مرموش في المباراة بصفة أساسية، واضطر مدرب الفريق لاستبداله في الدقيقة 57 بعد تقديمه مستوى جيد. فريق باشاك شهير المحترف في محمود حسن تريزيجيه حقق فوز غالي على فريق قاسم باشا بنتيجة 3-2 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري التركي، وقدم تريزيجيه مباراة فنية كبيرة بعد ما ساهم في تقدم فريقه عن طريق فريدريك جولبرانسون في الدقيقة 28 من المباراة وصنع الهدف الأول. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية. دلوقتي هنرجع لمصطفى وباسانت عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليكم. شكرا لك يا ليندا. شكرا لك يا ليندا.